قال أبو فرات: لو كان يدفع حادث أو طارق بجميل نية لم تطرق نوب الحوادث أرض هاتيك التقية، لكن قضاء الله والأحكام تنفذ في البرية، والصبر يأتي كل ذي رزء على قدر الرزية. يا أمتي يا أمة لا تحزني وثقي بفضل الله فيا، كم حادث عنا جلاه وكم كفانا من بلية، أوصيك بالصبر الجميل فإنه خير الوصية، أوصيك بالصبر الجميل فإنه خير الوصية. ولقد اعتاد الشعراء فعلا أن يتألموا من حوادث الدهر، وما في تلك الحوادث من مصائب أحيانا ونكسات ونوائب، حتى لا يكاد المرء يجد شيئا من روح التشاؤم في ذلك الشعر. ولكن الواقع والحقيقة أن الإنسان مهما كان معرض يوما ما لذلك، ولكن الشاعر أقدر من غيره على تصوير ذلك. فابن المعتز الذي عاش في النعيم والقصور لم يسلم من نكسة أو أكثر، فلام الدهر وحمل على أيام الدهر وصورها وكأنها كلها حزن ومصائب، وكأن المصيبة شيء مقيم والنعيم طرفة عين أو برق خاطف. فقال ابن المعتز يا دهر ويحك قد أكثرت فجعاتي، شغلت أيام دهري بالمصيبات، ملأت ألحاظ عيني كلها مزنا، فأين لهوي وأحبابي ولذاتي، حمدا لربي وذما للزمان فما أقل في هذه الدنيا ملذاتي. ولقد غال الشاعر الآخر عندما خرج من الدهر بفكرة متشائمة، وهي ألا يرى غرضا أو فائدة في صداقة أي إنسان،